أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في الأسبوع الرابع من دروس اللغة العربية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك أن تفرق بين المذكر والمؤنث، أن تقوم بكتابة الكلمات كتابة صحيحة حسب الحروف، تعرف المفردات والتركيب الجديدة في النص المسموع، وأيضا عليك استخراج الأفكار الرئيسة الواردة في النص. عزيزي الطالب، اللغة العربية من اللغات التي تفرق بين المذكر والمؤنث، وينعكس ذلك على كثير من مفرداتها وتركيبها، وتعد مسألة التذكير والتأنيث من أصعب المسائل التي تواجه غير الناطقين بالعربية، وربما بعض الناطقين بها. الاسم المذكر عزيز الطالب، الأصل في الاسم التذكير والمذكر الحقيقي يدل على ذكر من البشر أو الحيوان مثل رجل، أسد، وهناك مسميات أخرى وردت ألفاظها مذكرة في الاستعمال اللغوي مثل كتاب، جبل، بحر، وعلم. أما الاسم المؤنث هو الاسم الذي يدل على أنثى من البشر أو الحيوان، امرأة، طالبة، قطة، ويسمى هذا النوع من المؤنث مؤنثا حقيقيا، ولا يؤنث ما سواه من الأسماء إلا إذا ورد في اللغة أصلا مؤنثا، ويسمى هذا النوع مؤنثا مجازيا مثل طاولة، ورقة، شمس. علامات التأنيث عزيزي الطالب، للتأنيث في الأسماء ثلاث علامات، هي التاء المربوطة وهي علامة التأنيث الأكثر ورودا في الأسماء والصفات مثل فاطمة، شجرة، مجلة، كاتبة، ومعلمة. الألف المقصورة وترد علامة التأنيث في بعض الأسماء والصفات مثل ليلى، سلمى، عليا، كبرى. مظاهر التذكير والتأنيث عزيزي الطالب، يظهر أثر التأنيث في عدة وظائف وتركيب لغوية، منها الإشارة. فالاسم المذكر يشار إليها بهذا، والاسم المؤنث يشار إليها بهذه مثل هذا رجل وهذه امرأة. الخبر، حيث يلزم تذكير الخبر إذا كان مبتدأ مذكرا، ويلزم تأنيثه إذا كان مؤنثا مثل المعلم مجتهد، المعلمة مجتهدة. الوصف، يطابق الوصف الموصوف في التذكير والتأنيث مثل هذا صحفي متميز وهذه صحفية متميزة. ويندرج مطابقة الأسماء الموصولة للموصوف مثل الطالب الذي يجتهد يحقق التفوق، والطالبة التي تجتهد تحقق التفوق. ويعتبر الحال نوعا من الوصف، ولذلك يلزم أن يطابق صاحب الحال تذكيرا وتأنيثا مثل وقف السائح متأملا، وقفت السائحة متأملة. الفاعل، حيث يظهر التأنيث غالبا في الفعل إذا كان فاعله مؤنثا مثل فازت فاطمة وتفوقت الصحفي. أيضا عزيزي الطالب، في هذا الأسبوع تقوم في تدريبات على الحروف المتشابهة نطقا والحروف المتشابهة في النطق، والتمييز بين الحروف المتشابهة في النطق قاف، كاف، د، ض، ذ، ز، غين، خ، سين، صاد، ت، ط. كيف نفرق بين نطق الحروف المتشابهة والحروف المتشابهة، ونقدم لكم في هذا الدرس التمييز بينهما في النطق للطلاب لغير الناطقين بها. وتتشابه في اللغة العربية تشابه من أين خرج صوت الحرف، من طرف اللسان أم أفصاه أم من الحلق أو الأسنان أو الشفتين عزيزي الطالب، ونوضح ذلك في هذا الأسبوع. أيضا عزيزي الطالب، سيكون لدينا مهارة الاستماع، هي عبارة عن عملية يعطي فيها المستمع اهتماما خاصا للطرف الآخر، حتى يعتبر الاستماع مهارة وفنا، حتى أنه يعتمد على عمليات عقلية معقدة نظرا لضرورة تآزر كل من التفكير والسمع مع بعضهما البعض. ومن المعروف أن لهذه المهارة دور أساسي في عملية التعلم، فقديما كانت هي التي يتم من خلالها نقل الثقافة والعلوم المختلفة من جيل إلى جيل. معوقات مهارة الاستماع عزيز الطالب، التشتت وعدم القدرة على التركيز نتيجة الظروف المحيطة والضوضاء، الملل، انعدام الصبر وضعف القدرة على التحمل، الافتقار إلى النشاط العقلي والبلادة، التسرع في الاستماع إلى جانب الذي يريده الشخص وترك الجوانب الأخرى في الحديث. مستويات مهارة الاستماع، السمع،
السماء وهي حاسة السمع المعروفة التي يملكها الإنسان والعضو المسؤول عنها الأذن، أيضا الاستماع، الإنصات، التدبر لمهارة الاستماع. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.